مليحة ماشي مليحة. دونك واش تقول اخ عصام على زيت بذور اليقطين ولا الويل دو بيبان دو كورج؟ دونك الناس حبت تعرف مدى فعالية تاع الزيت هذه، اسك مليحة صح يعني، اسك لي افيكاس بو لي بروبلام ديبرتروفي بينين دو بلا بروستات ولا تضخم البروستاتا الحميد، ويعني بعض المشاكل تاع المسالك البولية. دونك كيما مضاريين نقول لكم كامل لي ديتاي على الزيت هذه، تبعوا لا فيديو حتى الاخر. لازم تعرفوا بلي في الطب القديم بكري كانوا يستخدموا بذور اليقطين كطاردة للديدان، خاصة لو فير سوليتير اللي يقولوا له لتينيا ولا دودة شريطية، كان ابارامون تريز افيكاس. دونك كانوا يحكموا 30 غرام من البذور هذو ويطحنوهم وياخذوهم كل يوم 30 غرام لمدة 3 ايام، وباذن الله تعالى كان يخرج لو فير سوليتير هذاك. دونك على بالكم بلي تستخدم ثاني اون كوزميتيك، يعني مليحه للشعر، مليحه لابو وبعض الامراض الجلديه. دونك ماشي سوجي تاعنا حنا، اون فاس كونسونطري كيما قلنا على مشاكل تاع البروستات والمشاكل تاع المسالك البوليه. صح يعني البذره هذه ولا الزيت تاعها اي لاميليور لو سكور تاع لي بي اس اس، واللي هو لانترناسيونال بروستات سكور سيمبتوم. ما لا هذا ستان كيستيونير مداريين يمدوه الاطباء يعني اللي عندهم اعراض في المسالك البوليه ولا في البروستاتا، يعني ستان فورمولير كيستيونير تعمروه. وهذا الكيستيونير هذا يعني بمعنى انه اذا يعني شربت ولا يعني اوتيليزيت الزيت ولا البذور تاع اليقطين هذا، بعد وقت يعني كون تعاود لو كيستيونير هذاك تلقى باللي تحسن الحاله تاع الانسان اللي عنده المشاكل هذو كامل، يعني تحسن لي بارامتر دو لا ديبيمتري يورينار. ومن المعروف ان البذور تاع النبته هذه ولا الزيت تاعها اي ان بون اونتي انفلاماتوار اي ان بون اونتي اندروجين، تعمل على تعديل المناخ الهرموني للبروستات. والزيت ولا البذور تاع النبته هذه تاعنا اي كونسيديري كوم اون اونتي هايبرتونسور. ومن المعروف ان الزيت هذه سي ان بون كارديو بروتيكتور، يعني مليحه للقلب والاوعيه الدمويه اون جينيرال، وعندها يعني فوائد واحد اخرى ان شاء الله ربي قدرنا نديرو اون فيديو بلي لونغ يعني باش نقولوا كامل الفوائد يعني بالتفصيل على الزيت هذه. وشنو لازم تعرفوا بلي الزيت هذه لي فراجيل، يعني الفو با كي سوا ريشوفي، يعني ما لازمش تسخن يعني درجه معينه، سينو الفا بيردر دو سي كاليتي، يعني يروحوا لها الخاصيات العلاجيه تاعها، على بها ليكستراكسيون تاعها ولا العصر تاعها لازم يكون افروا يعني على البارد. وحنايا كيما على بالكم نصوم دي ناتوروبات ايرباليست، يعني هذه الخدمه تاعنا لازم تكون سولون لي نورم، هذيك هي الزيت يعني اللي تنفع المرضى والانسان اللي عنده المشاكل هذو كامل. دونك الزيت هذه وحدها اذا خذيتوها يعني مليحه لي تري تري بون في هذا الكذا تاع ليبيرتروفي دو لا بروستات. ولكن حنايا شخصيا نستخدموا نباتات واحده اخرى، اسافوار عندنا خلطه سبيسيالمون كونسي لهذه المشاكل هذو تاع لا بروستات وتاع المسالك البوليه، بور اوبتيميزي لو تريتمون باش يكون ان مي ريزولطا، ويعني لمده شهر تاع التريتمون يمد ان تري تري بون ريزولطا، يعني الحمد لله. يعني الخلطه تاع النباتات هذه كومبرون مثلا لو بالمينا اللي يقولوا له ثاني دوم هذا مليح ثاني، دونك مع نباتات واحده اخرين. دونك ما تسقسيونيش نباتات الاخرين هذو، لانه كل واحد يعني او كا بار كا كي كونتر انديكاسيون على نبته. دونك حنايا لازم نتكلموا مع الانسان ونشوفوا يعني الحاله الصحيه تاعو باش نعطيو له لو تريتمون لي يقلو ولي يكون سون دونجي ليه، لي يكون لو بلوز افيكاس. مالا كيما مداريين اشاك فوا نقول لكم خاوتي خياتي، حنا اون بوز با دو دياغنوستيك، يعني ما نديروش تشخيص. التشخيص هو الطبيب تاعكم اللي يديرو. دونك نتوما ولا عندكم اعراض لازم تروحوا للطبيب تاعكم، بارسكو الاعراض هذوك يكونوا بلاك يكون مرض واحد اخر ماشي هذيك هي اللي درتو في بالكم نتوما. دونك اون فوا درتو لي زيكزامان درتو لي زاناليز وتبين بلي عندكم يعني مشكل في المسالك البوليه ولا لي بيرتروفي بينين دو لا بروستات، ومن بعد تما الطبيب تاعكم يعطيكم ان تريتمون الوباتيك، وثاني من بعد محقكم نتوما تحوسوا ان تريتمون ناتورال ولا دواء طبيعي. دونك تقدروا تصلوا بيا ولا تحوسوا بروحتكم، يعني محقكم كل واحد مسؤول على الصحه تاعو. وهذه هي خوتي خياتي، المهم نقول لكم ا دو بروشان فيديو، تهلاو في رواحتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.